رمضان اخويا صاحب الارض، الاستاذ سعيد محامي شركه الاتصالات اللي هتشتري الارض. الارض دي مش للبيع، هتضيوفك ياخدوا واجبهم وتتفضلوا من غير مطرود. طيب كملوا شغلكم انتوا واحنا هنكمل كلام بعدين يا رمضان، بس بعد اذنك هات لنا دلوقتي حجه الارض عشان المتر سعيد يبص عليها. بص يعني برضه مفيش فايده. بعد اذنك. هجيبها لك يا غنين. بندقية ايه؟ تعالى حسن، تعالى صرخ. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ في ناس سلمهم منك. يا جدي اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.